مساء الإبداع. كما لا تحلو الطبيعة وتزدان إلا بالزقزقة، كذلك لا تحلو الحياة إلا بالنغم المميز المتخصص والمتعلم، وليس بأي لحن أو كلام. وعليه فإن الموسيقى كما هي موهبة فإنها كذلك علم يتصاعد وصولا إلى السيمياء المقامية المتضمنة للتوليد الموسيقي والجمل الموسيقية والمنهج المؤدى. حائز على دكتوراه في الطب وعالم علامة في الموسيقى، بروفيسور في علم الموسيقى وعميد كلية الموسيقى وعلم الموسيقى في الجامعة الأنطونية، أسس لمركز بحثي في التقاليد الموسيقية وأطلق مجلة مختصة بهذا الشأن، واضع لنظرية ريادية بعنوان السيمياء المقامية، وله كتاب موسوعي في هذا الشأن، مؤسس لتخت الموسيقى الفصحى العربية. هذا العازف الغريب القريب للكمان الذي يستضيفنا الليلة إلى عالمه، البروفيسور نداء أبو مراد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني ما بعرف، سبقتني بهالنغم الحلو وبهالعالم اللي بتاخذنا على محل كتير بعيد. نتمنى انك ما تخلص، نتمنى انه الحلقه تكون كلها موسيقى، وعلى هيدا الاساس اليوم رح تعزف، ورح شوي هيك المشاهدين اللي ما بيعرفوا عن المقامات، اللي ما بيعرفوا عن الموسيقى الحلوه وعن الكمان وعن كتير اشياء. بروفيسور نداء ابو مراد اليوم اهلا وسهلا فيك بخواب الكلام. اهلا فيك. شكرا. ما قادر تبعد عنه للكمان. ماشي الحال. من وين بدنا نبلش معك بروفيسور او دكتور نداء؟ محل ما بتريدي. اليوم حضرتك يعني بالجامعه الانطونيه عميد كليه الموسيقى،
قديش يعني في اقبال عن جد على هيدا على نوع الموسيقى بشكل عام، وخصوصا على اذا بدك الكمان اكثر؟ شوفي، انا بالجامعه الاردنيه نحن عندنا كليه الموسيقى وعلم الموسيقى اللي هي مكرسه لتنشئه طلاب جامعيين بيصيروا متخصصين بيدرسوا الموسيقى او بيبحثوا في الموسيقى بعلم الموسيقى او بيشتغلوا كمهندسين صوت او بمعالجه بالموسيقى، اختصاصات جامعيه مش مركب. وفي شوي في كمان البعض كمان على صعيد جامعي ممكن انه يدرسوا الموسيقى بتعمق الى جانب علم الموسيقى. في اطار ثاني كما في المدرسه الموسيقيه الانطونيه اللي فيها تعليم للالات الموسيقيه وللغناء، ان كان بالشق الغربي الكلاسيكي او المشرقي العربي الكلاسيكي. وهونك اكيد في طلاب بالجانب المشرقي، احنا بنعلمهم بس يعني مركزين كليا على التقليد التاويلي المشرقي العربي بهذا القسم الموسيقى الفصحى العربيه، وبيتعلموا هالتقليد الكبير يلي يعني نما بقوه بعصر النهضه العربيه مع مدرسه عبد الحمولي. بس تعقيبا على كلامك يمكن السؤال هيك رح وضحه اكثر، قد ايه عن جد في طلاب بتفوت بمجال البحث الموسيقي اكثر من العزف على اي اله؟ يعني هل في بعد استقطاب لهذا الموضوع؟ هلا في بدنا نميز، في بالعالم العربي وبلبنان في كثير ناس، في كثير اولاد ومراهقين واكبر بحبوا يدرسوا موسيقى، ومش بالضروره واعيين لنوعيه الموسيقى اللي بيدرسوها. ممكن عموما في كثير اقبال على الموسيقى الغربيه الكلاسيكيه انه لانها عندها رواج بالعولمه، وفي البعض بيروحوا على شيء اسمه شرقي، مش بالضروره بيلتقوا بالاطار الشرقي ما يسمى الشرقي بالاقسام الموسيقيه الشرقيه في المعاهد العربيه، معاهد الموسيقيه بالعالم العربي. ما بيكون في بالضروره تركيز على التقليد التاويلي، بيكون في تركيز على موسيقات هيك فيها تهجين بين الموسيقى الغربيه والموسيقى الشرقيه. فإذا مش متاح كثير للطلاب انه يدرسوا الموسيقى ميراثا، الموسيقى اللي عم نحكي عنها هون الليله اللي هي التقليد الموسيقي التأويلي المشرقي العربي المبني على المقامات وعلى عشق المقامات وعلى روح المقامات. بس يلي بيجوا لعنا على الجامعه الانطونيه عندهم يعني مأكدين لهم انه بيقدروا يتعرفوا على هذا التقليد، هذا من ناحيه الممارسه. من ناحيه المعرفه ومن ناحيه الدراسه الجامعيه كمان بيتعرفوا عليه، الى جانب كمان معرفتهم للتقليد الموسيقي الكلاسيكي الاوروبي وتقاليد متعدده في العالم اجمع. الباحث بده يتعرف على موسيقات متعدده، بده يتعرف كيف هالموسيقى مركبين، كيف مكونه، شو تاريخها الى اخره. هذا هو البحث في علم الموسيقى، وكمان يتعلم علوم التربيه. الباحث لازم يكون يعني بيعرف يعزف، بيعرف يعمل كل شيء ليقدر يعمل بحث اكيد بده يعرف. نعم. يؤدي موسيقى، يبحث حولها، يعني ما بيقدر يكون، ممكن يكون موسيقى كثير جيد يعني عن كل حال. يعني في من اول يلي تخرجوا من عندنا بالاواسط 2005 2006 يلي صاروا بعدين زملائي وعم يعلموا، هن موسيقيين اقوياء، بذكر منهم دكتور هياف ياسين موسيقي وكان يعني تتلمز عندنا وعمل بعدين دكتوراه على باشرافي كمان، كان عندي المتعه والشرف لهالشيء. فاذا صار هو موسيقي وباحث، عندي غسان صحاب كمان كان كمان كموسيقي عازف على القانون، كمان صار باحث بعلم الموسيقى. هلا كباحث اجمل ولا كموسيقي اجمل؟ هو بتصور اهم شيء اذا بدنا نحكي من القيمه الجماليه هي ممارسه الموسيقى بعمقها، لانه الموسيقى ممكن تمارسيها بسطحيتها، ممكن تصير بالبريق والنجوميه يلي كثير هي بتصطاد الناس
والشباب والصبايا بتصطاد الاذن اصلا. بتصطاد الاذن يمكن، بس بتصطادهم انه ايه هذا البريق النجوميه. بيكون على الموسيقى المنوعات، بتكون انا عم بحكي عن الموسيقى العميقه، يعني موسيقى الاعماق اللي هي الموسيقى الكلاسيكيه ان كانت اوروبيه او مشرقيه عربيه او هنديه او فارسيه. في هيدي موسيقى هي مسعى داخلي نحو هيك التموسك، نحو جمال النغم اللي بتركب يلي على اسس نماذج عميقه من جوا. طب ليه عم يهجم الغرب لعنا اذا نحن هالقد عنا مقامات وموسيقى حلوه؟ لا الغرب مش عم يهجم، هو نحن المشارقه يلي بصيروا عندهم مركب النقص تجاه الغرب. نعم. مش هن بالعكس. هلا مثلا نحن عندنا تعاون كبير مع جامعه باريس اوربون ومع جامعات اوروبيه ويعني كمان باحثين، واذا بدك شبكه باحثين وموسيقيين من العالم يلي هن مهتمين جدا بالتقاليد الموسيقيه المشرقيه. بالعكس في عندك يعني الناس بيفهموا، هن بيفهموا اكثر منا احيانا، في كثير منهم بيفهموا اكثر منا وبيقدروا اكثر منا التراث الموجود في عالمنا ان كان موسيقى او غير موسيقى. هذا اللي صار معك لما رحت على فرنسا و صح صحيح. ايه انا 15 سنه انا رحت على فرنسا لكمل دراستي الطبيه، وكان بخلال الحرب بس استفدت من الظرف لحتى اقدر اكمل دراسه موسيقيه غربيه، انا موسيقى غربي كنت بالاساس، وهونيك خجلت من حالي انه كان في موسيقيين كانوا عم يشتغلوا بموسيقى العصر الوسيط الاوروبي وشفتهم كثير مهتمين بالتقاليد الموسيقيه المشرقيه، بيعتبروها انه هي اساسيه للموسيقى العصر الوسيط، الموسيقى القديمه الاوروبيه. قالوا لي انت بتعرفها، انا حسيت حالي اني ابلغ يعني، ما بعرف موسيقى ارضي موسيقى شعبي ما بعرفها. بقى جيت قررت اني بدي اتعرف عليها، وبحثت حتى التقيت باستاذ فوزي سايب يلي بعدين صار هو شيخي، او هو يلي دربني مرشدي في الموسيقى في تقليد الموسيقى المشرقيه. وقتها تركت كليا الطب وتركت كليا الموسيقى الغربيه مع احترامي للطب ومع احترامي للموسيقى الكلاسيكيه الاوروبيه، وكرست نفسي كليا لدراسة التقليد الموسيقي المشرقي العربي، وبعدين للتدريس. على بعتبر حالي انا مريد باستمرار، بعتبر حالي عم بدرس بعدني دائما، عم بدرس. هو كمان المدرس بيستفيد، بحس كانه عم يعمل لحاله، يمكن ممنوع الاعتبار حال نفسه انه الواحد انه وصل. يعني هذا وقلا بيكون انتهى يعني. بقى طب انت ليه اخترت الكمان؟ أنا وصغير كانت والدتي الله يرحمها كانت تحب هالآلة وتسمعني إياها من أنا وبطنة، وكان بس كان التوجه نحو الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية، كنت أسمع فازن فيولون غربي وتعلمت فيولون غربي أنا وصغير على يد المرحومة جيزيل سابا بمدرسة سيدة الجمهور، أنا تعلمت هونيك وبعدين بالكونسرفاتوار وكملت. شو اللي بيميز هالآلة يعني؟ هالآلة هي أصلا شرقي، إذا بدك في هون الكيمانشي حلو وراي، هو الآلة الكيمانشي اللي هي آلة قوسية، هلا بنطلعها بعد شوي، هي آلة سحبية انوجدت بالقرن التاسع والعاشر الميلاد ببلاد فارس وانتشرت بعدين عبر العالم، وهيك تطورت ببيئات متعددة بما في ذلك في أوروبا لوصولا لهالآلة اللي نوجدت بالقرن السادس عشر في أوروبا، وبعدين رجعت واجت أخذت محل الكيمانشي بالبيئات أو بالثقافات المشرقية، أولا عند العثمانيين وبعدين عند بحلب وبعدين بالقاهرة أخذت محل الكيمانشي وصارت اسمها كمانجا. هيدي الآلة هي عند ميزتها أنها كتير قريبة من الصوت البشري، من يعني العود والقانون هن نقريين، يعني في تان 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 تان، يعني في الصوت منه مستمر. الكمان والناي هن التين سحبيتين اذا بدك، في الصوت مستمر بحيث انه بيقدر يكون يترجم كليا ما يقوله المرنم او المرتل او المنشد او المطرب. هي الاقرب يعني اذا بدك للانسان ممكن تعتبر انه آلي في عندها حساسيه معينه، انه ممكن انا على كل حال هذه الآلي اختارتني او اخترتها ما بعرف، انا وصغير وتعلمت وعزفت الموسيقى الغربيه الكلاسيكيه عليها، ومن بعدين صرت كرست كليا نفسي وهالآلة لحتى اعزف عليها المقامات المشرقيه، وذلك بحسب مدرسه سامي الشوا، يعني اللي هو يعني الاساسي اللي كان هو
عمير الكمان يعتبر في القرن العشرين، نهاية القرن التاسع عشر وبداية والقرن العشرين، هو يلي يعني وصل العزف المقامي التقليدي الموسيقي التأويل المشرقي العربي لأعلى مستويات وعلى هالآلة. على هالآلة. كان على كل حال يعني يمكن مثل ما قلت حساسيتها المفرطة ما بتخلي أي حدا بيقدر يتعامل مع قد ما هي فيها جمالية. رح نحكي قد ما فيها جمالية، رح نفسر أكثر. يعني قلت مقامات ودائما نسمعها من الموسيقيين أو من المايسترو أو يعني من الأشخاص المختصين بمجال الموسيقى. نعم. حتى اليوم كبروفيسور أكثر وعالم مثل ما قلت أنا، رح نفوت معك دكتور نداء بموضوع المقامات، يمكن لتعلمنا احنا نتعلم منك والمشاهدين كمان لما ينقال المقامات، المقامات الأساسية نعرف شو يعني مقامات. نعم. مثل ما قلت أنت كنت عم تقول إن المقامات سبع مقامات الأساسية. نعم. لكن هن أكثر، لكن هيك شوي نمرق. نعم. ندندن معك نحن وهالمقامات، تفسرنا أكثر عن المقامات. مقام هون بمعنى الأساسي تبعه هو معناتها الدرجات. هلا هو مصطلح اجى من التصوف، يعني هالمصطلح بالتصوف في المقامات والأحوال، يعني المقامات المكتسبة والأحوال المعطاة الموهوبة من الألوهة. فإذا هالدرجات يعني لأنه في قرب بين هالتقليد الموسيقي التأويلي المشرقي والتصوف، صار في استخدام لمصطلحات مشتركة بما في ذلك كمان الأحوال، الأحوال يلي توصل لي لوقت اللي يكون الموسيقي سلطان وممكن انه يدخل السامع بأحوال. أحوال مثل ما بتحكي عن أحوال الصوفية من الوجد والأخير، والطرب هو حال شبه، هو مش حال دنيوي إنما هو يترجم حال روحية. من بس هون لنعقب أنه يعني التقليد التأويل هو ليس هو تقليد أنه عم نقلد، تكراري مش تكرار. نعم، هو ليس بتكرار. صحيح. وإنما هو مرحلة من مراحل الإبداع. صحيح. هو أساس لإبداع على سوية موروثة. على قواعد، يعني مثل ما نقول في قواعد للغة العربية أو قواعد للشعر العربي، هالقواعد هي موروثة موجودة، البحور الخليلية وكل شيء. ممكن الشاعر اليوم أنه يبني شعر على أساس البحور الخليلية. نعم. ويبني شعر كثير في معاصرة. ذات الشيء بالموسيقى عندنا هالمقامات وعندنا إيقاعات وعندنا بنية لحنية وبنى إيقاعية، عندها نماذج موروثة، إنما ممكن على النماذج الموروثة أن نبني جمل ونصوص موسيقية جديدة. وهذا هو اللي بيصير بالارتجال، بارتجال التقاسيم. خلينا ناخذ مقام أول يلي هو الأول. يلي بسموه المقام المستقيم أو مقام الرست، رح نسمع شوي صغيرة يلي هو درجاته هي فاصل مشاهدينا ونعود. نبدأها
المدونة الموسيقية وجدت عبر في التاريخ في أوغاريت 1500 سنة قبل الميلاد. سنسمعها الآن مع آلة السمسمية التي يعزفها دكتور هياش ياسين وهي اللير وبصوت أنسة رفقة. عودة مشاهدينا لنكمل حوارنا مع البروفيسور الدكتور نداء أبو مراد. يعني البروفيسور والدكتور كلها هيدي الإنسان القبعة كل حال الإنسان بيصنعها. كنت دكتور عم يعني ذكرت الكمانشي اللي هيدا الآلة اللي يعني هي اللي أصل هي من أصول الفيولون. إيه على كل حال يلي صار بالشرق أخذ اسم هيدا الآلة. نعم. الفيولون هذه آلة فارسية. نعم. إيرانية على في عندها أربعة أوتار في جلدة هون شايفين وتعزف بالكمان اللي هو القوس. ما زالت تستعمل هلأ؟ قبل يعني عند الإيرانية بيستعملوها، الأرمن بيستعملوها، الأزرية بيستعملوها، التراك بيستعملوها، في بالمقام العراقي في آلة الجوزة كمان بيستعملوها قريب كتير، وكانت سنطور كمان اللي موجودة كمان بالتقليد الإيراني إيراني. والتقليد العراقي وبعدة تقاليد وهو كمان جد البيانو. ومثل ما هيدي هي جدت الفيولون عبر هالآلة فرجيكم عليها كمان اللي هي يعني حلقة موسيقية بامتياز. هيدي الفيال ارشي اللي هي اجت من الكيمانشي عبر البلاد العربية والأندلس وفاتت على أوروبا وهي تحولت لآلة اسمها الفيال فيال ارشي الفيال ذات القوس. وهيدي الآلة الفيال مع الزمن تحولت يعني للفيولون. يعني التطور مش كتير بالشكل وانما يمكن انتم الاساتذه الموسيقى اساتذه عم بتحاولوا قد ما فيكم تحافظوا على اذا بدك على اصيله او اصليه هال هلا الموسيقيين الغربيين عندهم من الستينات خصوصا من السبعينات صار عندهم اهتمام بالتقاليد الموسيقيه القديمه وصاروا يشتغلوا على الموسيقى موسيقى باروك على موسيقى العصر الوسيط على موسيقى الرينيسانس العصر النهضه الاوروبيه والمويناج العصر الوسيط الاوروبي. وانا تعلمت هالموسيقى انا الموسيقى الوحيد يعني من البلاد العربيه اللي بيمارس الموسيقى العصر الوسيط الاوروبي وبخاصه على هذه الاله. هذه الاله الوحيده موجوده بالعالم العربي حاليا. بس الواحد بده يغرق معك بافكارك وب يعني معلوماتك اذا بدك نحن يمكن نغرق. انت بتعرف تعوم بهذا العالم بنتشن احنا بنغرق انت بتعوم بهذا العالم ومش قليل عليك انه اخذت هيدي سنه 2017 السنه اللي مرقت يعني جائزه مركز البحوث العلميه عن نظريه اذا بدك السيمياء المقامية اللي تميزت فيها. نحكي شوي اما نرجع على المقامات. يعني هذه السيمياء المقامية النظرية اذا بدك اللي تميزت فيها ليه سيمياء؟ السيمياء هي درس او هي دراسة الاشارات ومنظومة الاشارات وايضا طريقة توليد الدلالة من الاشارات. هي عموما هذا العمل السيميائي ممكن يتطبق على الموسيقى. بصير عندنا سيمياء موسيقية وبالسيمياء الموسيقية بالحالة ندرس الموسيقى والإنتاج الموسيقي على أساس أنه هو أصوات في إشارات بهذه الأصوات. هذه الأصوات تتكون انطلاقا من هذه الإشارات ومن
أحرف موسيقية وكلمات موسيقية فتعطي دلالة. نعم. يعني تحيل إلى دلالة معينة. يمكن هذا الكتاب يمكن خاص بس للموسيقيين لأنه أولا مش الموسيقيين للباحثين. للباحثين كتاب للباحثين بس يعني ليه اخترت هذه اللغة؟ عم بقول لك أنا بحب بعزف هالموسيقى. ليه عملت باللغة الفرنسية؟ أولا لأنه السيمياء هو هي أصلا غربي أي وبخاصة في الأبحاث الكبيرة في الموضوع السيمياء هي في الفرنسية. وموضوع يعني البحث العلمي هو بيصير عموما للأسف الشديد باللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية للأسف. إنما يعني هذا الكتاب هو في طور التعريب، يعني حاليا أكتبه باللسان العربي يعني بلغة الضاد، إنما سينتظر بعض الوقت حتى ليصدر. هذا السيمياء المقامية هو ما معتبر إنه كل الإنتاج الموسيقي التقليد المشرقي العربي أو غير العربي هو كناية عن لسان موسيقي، لسان موسيقي وفي كلام موسيقي، واللسان هو يعتمد على نحو، في نحو، في قواعد صرفية، قواعد نحوية إلى آخره. فإذا جيت قلت إنه خليني أفهم، جرب أفهم وبين إنه في نحو واضح لهذه الجمل الموسيقية اللي هلا مثلا نرتجل على أساسها. طيب كيف هالارتجال بيتم؟ هو عشوائي؟ هو اعتباط؟ هو فطرة؟ لا هو مبني على أسس، على أسس قاعدية واضحة جدا جدا جدا. بس بالنسبة للسامع ما بيعرف، وبالنسبة حتى لأغلبية الموسيقيين مش واعيين لهالشيء. بتعرفي إنه شعراء المعلقات اشتغلوا على البحور يلي بعدين الخليل بن احمد بعد عده مئات من نصف القرون لحتى هو يبينوا مفاعلات ومفاعلات ومفاعلون الى اخره. هن كانوا يشتغلوا بدون ما يعرفوا شو اسماء هالبحور. صحيح. بس كانوا عم يشتغلوا شعر. صحيح. فاذا الموسيقي الصحيح بيشتغل على اساس نحو، مش بالضروره على قواعد، بس مش بالضروره واعي لها. جيت انا هلا حطيت القواعد مثل ما الخليل ابن احمد الفراهيدي اجى حط قواعد البحور يلي سميت خليلي، جيت حطيت القواعد يلي على اساسها بعتبر وبرهنتها بشكل رياضي الجبري، حتى يعني الجبر يلي هو كلمه عربيه إيه، لحتى بين كيف يعني هذه نظرية عالمية. هذه ممكن تطبق على كتير موسيقات متعددة. نعم. وهي مرتبطة كمان بنظرية نوم شومسكي بالنحو التوليدي، يعني مسألة معتمدة على كتير يعني مسارات علمية بحثية، إن كان بالجبر، إن كان باللسانيات، أو كان بعلم الموسيقى مع كل معرفة موجودة في الغرب. وجيت كمان ركزت على معرفة موجودة في المشرق، وخصوصي في كتب مثل الكشاف في علم الموسيقى لابن مظفر الحسني، أو كتاب الشجرة ذات الأكمام الحاوية أصول الأنغام. كل هذه المسائل وضعتها بخلال 10 سنين من الشغل المضني لحتى طلعت هالنظرية. كنت عم تقول الارتجال يعني اللي بفكروا انه ما بينتبهوا له، بس نحن الارتجال مبني على أسس. مثلا هلا يعني تطبيقا للي عم تحكي هيك في شيء ارتجالي مقام ثاني كثير مهم هو مقام البياتي. تفضل. او الدقة، هذيك كان مقام الرست. Thank you.
يعني عن جد فعلا علاج وجميل جدا. يعني بدي ادخل من هذا المقام الثاني اللي حكيت عنه، لا يعني ما فينا ما نمرق على المعالجه بالطب لبعض المشاكل النفسيه للاشياء كثير. نحكي هذا على الموضوع، نمرق عليه من خلال بما انك استرسلت بالعزف من دون ما يحس، فعلا هي شفاء وعلاج. نحكي عن الموضوع لانه بالجامعه الانطونيه عندكم هلا يمكن افتتحتوا قسم خاص اختصاص بهذا الموضوع، بدنا نحكي عنه شوي علشان الحلقه تكون غنيه بكل شيء بخص هذا الموضوع. شكرا. هو هذا اختصاص يمكن بيرجع فضل لك. مش لقلي. لا مش فضل ربنا بكل شيء، بس انه لانه انت المختص بهذا الموضوع، انه لاني كنت طبيب وبدراسة الطبية اللي كنت بدي أعمل أطروحة بالآخر لحتى أحصل على الشهادة بعد ما أني كنت وقفت دراسة الطب ووقفت يعني امتهان الطب، ما لقيت غير العلاج بالموسيقى والمعالجة بالموسيقى عند العرب كموضوع دراسي بوقتها. بس جيت بعد تراكم السنوات كل شيء رجعت شفنا أنه في حاجة بالمجتمع اللبناني والمجتمع العربي عموماً لا اهتمام بمسألة المعالجة بالموسيقى، بخاصة أنه العرب كان عندهم وسائل أو يعني كان في مسارات بموضوع المعالجة بالموسيقى. نعم. بقى فإذن ليش ما نستخدم هالمسائل الموجودة كانت بتقاليدنا ومنوظفها بالغرب؟ عندهم طرق للمعالجة بالموسيقى معتمدة على الموسيقى الغربية. كان يعتمدوها بالحرب، يعني بالحرب العالمية الأولى والثانية وما زالت حتى الآن يعني. اعتمدت إيه، بس عند بالمشرق كان في معالجة بالموسيقى تقليدية انطلاقا من المقامات. مثلا الشغل اللي عم نشتغله حاليا أبحاث متعددة مثلا لمعالجة الصرع، لمعالجة مواضيع متعددة في بالعلم النفس مش رح فوت بتفاصيلها، انه ممكن انه يكون في معالجة على اساس استخدام التقاليد الموسيقية المشرقية. بقى هيدا اذا بدك باختصار، وهالاختصاص ان كان بالبحث او بتعليمه عم يشتغلوا في له صدى كثير، في عنا كثير طلاب هلا صاروا يشغل حتى يدرسوا هذا. وهل برايك رح يكون في ايضا صدى من الجمهور لهذا الاختصاص؟ يعني ممكن انه هي المعالجه ما بتكون على اساس انه بنعالج من مرض معين نهائيا بالموسيقى. لا، الموسيقى بتساعد نتفه صغيره، بتدفش نتفه صغيره، بتحفز، بتساعد، بتهيئ، بتسهل المعالجات الاساسيه اللي بتكون من خلال الادويه او من خلال العلاج النفسي. فاذا بس هيدي ممكن انها تستخدم، يعني المعالجين النفسيين تدخل على العمل الدماغي على الاشياء. ما الموسيقى هي بتفوت بالدهنه، بتفوت بتروح على 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 الدماغ بمحلات متعدده، بتتفاعل مع مسائل متعدده، وممكن انها تفعل وتخلي انه كمان في هرمونات يعني بتطلع او تفرز بالدماغ وغير الدماغ تفرز نتيجه للموسيقى. فاذا في تفاعل نفسي فكري بدني قوي بموضوع الموسيقى، انه حرام انه لا يستخدم هيدي اذا بدك بعجاله موضوع الميوزيكوثيرابي او المعالجة بالموسيقى. بروفيسور، يعني قبل ما نرجع ننتقل نكمل المقامات، بدي اقول انه يمكن هالكتاب هو نتاج يمكن دراسه طويله وكم سنه. نعم. وهو يمكن لعقدين من إذا بدك عشر سنين شغل. نعم. ولكن هو نتاج يعني معمق. يمكن نتاج كمان كل اللي ركمته من معرفة بالموسيقى، يعني نعم. المقامات يعني المسألة بعرفها من جوا، يعني بفتكر إنه هيك في اشتراك يعني لا يعني بهالكتاب لحدا ولا كله لا. ما في مشاركين فعليين ولكن. إنما في مقدمة من أكبر باحث في علم الموسيقى بالإطار الفرنكوفوني اسمه البروفيسور نيكولا ميوس، وأكبر باحث في علم الموسيقى الشعوب الإثنوميزيكولوجي كمان بالإطار الفرنكوفوني اسمه جان دورينغ. فإذا هن تكرموا عليه بأنه كتبوا هالمقدمتين اللي بيعطوا إذا بدك مصداقية تجاه الجمهور الباحثين بالعالم، أنه هذا الشغل عنده رصانته، عنده مصداقيته. حاليا الكتاب عم بيترجم، زميل كمان بروفيسور ريتشارد دومبري للانجليزي، وعم برجع بكتبوه بالعربي. بس اذا كان في شريك بكتابه هالكتاب هو بتصور زوجتي. نعم. يلي موجه لها تحيه كثير كبيره. موجه لها تحيه كثير كبيره، لانه هي بالنسبه لي مثال بالبحث العلمي، هي بالبحث بالعلوم الماليه بخاصه، وكثير يعني اقتضيت بفكره بطريقه تفكيرها،
وبملاحظاتها وجربت. على كل حال دعم يعني أكيد دعم وتحملت وبقى يعني هالشغل والانقطاع يعني للبحث بفضله يعني فيني أقول إن هذا الكتاب قدر ياخذ. طبعا موجه لها تحية، احنا يعني النساء بنحب دائما نشوف الإبداع عند كمان والدعم عند المرأة للرجل والعكس أيضا. أكيد تمام. فيفيان هي أساس. نعم بروفيسور، يعني هيك سؤال قبل نفوت بمقام، برأيك يعني هي أصلا الموسيقى إن كانت غربية أو شرقية هي تجي لتكمل بعضها، ولكن فكرة الإلغاء من بعض يعني حرام ينحكى يكون هالمنطق. يعني اجت الموسيقى الغربيه بدايه الالفيه الثانيه ترعرعت باطار غربي بس على اساس يعني تقاليد موسيقيه مشرقيه، لانه كان في شون غريغوريان ترتيل ترنيم الغريغوري بالغرب الكنيسه الغربيه اللي هو مشابه جدا للترنيم البيزنطي وترنيم السرياني والماروني والارثوذكسي الى اخره والقبطي. فاذا كان موسيقى واحده بالبحر المتوسط، وهن وقت صار في انشقاق بين الكنيسه الغربية واتجاه الكنيسة الشرقية صار في كمان تغيير في الأنظمة الموسيقية وأنظمة كمان تبع الرسم. يعني مثلا بالرسم كان الأساس هو الأيقونة، الأيقونة فيها بعدين، مثلا في أيقونات هون فيها بعدين بس يعني حتى تبقى محافظة على الرمزية على ما يكون في واقعية. يعني بده يكون الأيقونة مثل المنهمنة من الفارسية كمان، ما بدها تبين فقط عن واقع روحي، ما لازم يكون يبين كأنه واقع إنساني. إنساني. وفجأة هني فوتوا في البعد الثالث يلي هو البرسبكتيف، وصارت في الرسم يلي مختلف. فأظن يعني أنا هيك منك الموسيقى هي واقع روحي. إذا بدك المقامات هي وضعيتها هي روحانية. يعني أنا هيك عم فسر. صحيح. كتير ما يلعب تقولي صحيح. والانشقاق اللي صار مثل ما كمان بالفنون التشكيلية صار في انشقاق عن الروحانية المشرقية، الغرب ترك الروحانية، هذه فينا نقولها. هلا بنى مسائل موسيقية رائعة وكمان رجعت فيها الروحانية معينة، باخ يوهان سيباستيان باخ في روحانية هائلة، بس تركوا هالأحادية اللي كانت في المقام اللحن الواحد الأخيرية اللي هو قريب من فكرة الأحادية الإلهية. نعم. التوحيد فإذا بعدوا عنه، صار فيه نوع من هالحداثة، هالحداثة أدخلت في مسارات جديدة، صار في موسيقى جديدة، صار في لسان موسيقي جديد، صار في نظام موسيقي جديد. كتير منيح، لا يحق له أن يلغي الآخر أو نعم. وبقيت هالتقاليد الموسيقية المشرقية الأحادية المقامية من الهند لا بلاد فارس لا المشرق والمغرب العربي وكل هالمسائل، بقيت هالتقاليد حية. بس وقت اللي رجع صار الغرب مهيمن جدا وانطلاقا بعد محمد حب بونابرت والنهضة، صار في تساؤل انه هل نعتمد الثقافة الغربية بديلة عن الثقافة المشرقية، ولا منجرب ننهض بالثقافة المشرقية. اول موقف كان عند المشارقة العرب كان انه لا ننهض انطلاقا من مقوماتنا الذاتية لحتى نوقف بمقابل الغرب. هذه كانت التيار الأولي النهضوي من الداخل. هذا صار. لنفوت قبل ما تكمل عشان ما يسبقنا الوقت بالمقامك الثالث. صرنا بالثالث. اللي هو سي غادي بالفارسية، والأولاني هو ياك، الثاني هو دو، سي مثل بالزهر. Thank you.
الله الله دكتور نداء. كنت يعني كرمال دغري انقل على موضوع تاني، فاذا نحن اتفقنا او هو المعلوم انه ما حدا بيلغي الاخر. الغرب يعني الشرق والغرب نستفيد اثنينات من خبراتهم وبيجوا ليكملوا بعضهم. كرمال قبل ما نختم هيدا لنحكي شوي دغري عن مجلة علوم التربية الموسيقية اللي شفت فيها كتير من العناوين الجميلة جدا والمفيدة، ولكن اللي لفتني أكتر يمكن دور المربي في تنمية كفايات الطفل اللبناني، يعني دور الموسيقى بالثقافة. دور الموسيقى بالثقافة يمكن نحن بمدارسنا وبتربيتنا بعض القليل جدا بيهتم بهذا الموضوع، وهي المفروض انه تكون موجوده بكل البيوت، موجوده بكل المدارس، موجوده اصلا بالتربيه. الموسيقى موجوده كل الوقت، بتروحي على المطعم، بتروحي على السوبر ماركت، بتروحي هي موجوده بكل حياتنا، ولكن مستخدمة كل الوقت، وكمان مستخدمه كمان لتوجيه الانسان لحتى لسلوكيات معينه. يعني الموسيقى بتاثر بقوه وموجوده باستمرار، هي لغه، مش واعيين انه هي لغه كثير قويه، احيانا اقوى من اللغه الكلاميه بتقدر تاثر. بس استخدامها مفترض انه مثل ما اللغه الكلاميه بالسنه المتعدده تعلم في المدارس، بالمدرسه الاطفال بيتعلموا قبل كل شيء لسان أرضهم، لسان الأم، هي اللغة العربية مفترض بلبنان، وإلى جانب ذلك لسان فرنسي أو لسان إنجليزي أو اثنين آخر. طيب هالشيء عم بيصير بالنسبة للغة الكلامية، بالنسبة للغة الموسيقية عم بيجرب يصير. هلأ موجود، هلأ من التسعينيات تم إقرار فكرة أنه لازم يكون في تدريس الموسيقى مناهج في في المدارس اللبنانية، إنما لم يطبق بشكل قوي سوي إلى آخره، وما كانش في منهجيات كافية. نحن عم نسعى بالجامعة الأنطونية لتكوين حقيقة منهجيات، في منهجية كتير مهمة وضعتها دكتور بشرى بشعلين ودكتور هياف ياسين لتعليم الأطفال اللبنانيين موسيقى الأم تبعهم، يعني النغم الشرقي انطلاقا من التقليد الشعبي اللبناني وبعدين من تقليد الموسيقي المشرقي العربي. فإذا نحن عم نشتغل على إنه تغذية بالإضافة لأنه بالمدارس بيتعلموا الموسيقى الغربية، اللسان الموسيقي الأوروبي، لازم يتعلموا اللسان الموسيقي المشرقي. هي شغلة أساسية، إلى جانب كونهم أنه بالوسائل اللي هني بيسمعوا بالتلفزيون، بيسمعوا بالإذاعات، بيسمعوا على بس المهم يسمعوا صح بيسمعوا على كل حال. لا بيسمعوا موسيقى بحبوها، موسيقى شعبية بحبوها، بوب إلى آخره، هي كلها أشكال البوب ميوزيك. إيه بس لازم انه نعطيهم كمان توجيه موسيقى، يعني يتغذوا بموسيقى تبع ارضهم، بيحبوها ما بيحبوها بعدين بيشوفوا، بس لازم يعرفوها. نعم بروفيسور نداء ابو مراد، العدد الاول بال 2017 صدر. نعم رح نكمل ما تبقى من يعني خواب الكلام، ولكن نحن وياك بنروح لفاصل مشاهدينا. عودة
عودة مشاهدينا لنكمل حوارنا مع البروفيسور نداء أبو مراد. يعني سؤال، يعني هل برأيك بالعالم التكرار أصبح مدرسة؟ تكرار بالموسيقى أصبح مدرسة؟ يعني للأسف هذا سؤال بدك مسألة. ممكن التكرار يكون له طعمته إذا صار في تنويع. نعم، يعني التكرار وتنويع وتكرار وتنويع كتير منيح، بس أنه بالموسيقات المتعددة في موسيقات مبنية على التكرار. الموسيقى الشعبية عادة يكون فيها تكرار، الموسيقى البوب كمان مليانة تكرار. هذه ظاهرة. في عنا إبداع وخلق بتقول؟ بكل أكيد بكل لحظات، بكل التاريخ، بكل اللحظات. ولكن هل فعلا أنه على الإبداع عم يترجم ولا عم تروح الأشياء صوب يعني بكل المجتمعات بالعالم في إبداع؟ هذا الإبداع موجود، في موسيقى استهلاكية، وهذا الشيء اللي بدي أحكي عنه. وإلا طعمتها كمان، مش عم أقول أنه ما ليش طعمتها، إلا ممكن مطلوبة بترئيس إلى آخره، هي ممكن تكون مفيدة لمواكبة أمور بالحياة إلى آخره، عندها وظيفتها. مثل ما الفولكلور عنده وظيفته، يعني من الأساس بالمجتمعات إذا بدك التقليدية الفولكلور عنده وظيفته، بس منه وظيفته الإبداع، منه وظيفته أنه يكون في تجليات ويكون في ما بعرف شو، يعني بحث وإلى آخره. وفي موسيقات فيها بحث داخلي بكل العالم هالشي، وعنا بالعالم العربي عنا هالمجال يلي هو اسمه التقليد، الموسيقى التأويلي المشرقي، إن كان بمدرجات متعددة. بس للأسف الشديد إذا كان منروح على أوروبا منشوف إنه في تلفزيون مكرس للموسيقى الكلاسيكية الأوروبية اسمه ميتزو، في بفرنسا في عندك فرانس ميوزيك، عندك فرانس كولتور، عندك معاهد من لي، عندك يعني بالصحف، بكل وسائل الإعلام، بكل التدريس، في تركيز على موسيقى اسمه موسيقى كلاسيكية أوروبية. بتجي على العالم العربي وبخاصة على لبنان بتشوفي انه في تغييب لشيء اسمه له علاقه بالتقاليد الموسيقيه تبع هذه الارض. في تدريس للموسيقى الاوروبيه الكلاسيكيه بالكونسرفاتوار مثلا، بالمعاهد الموسيقيه، بس وين التعليم هذا التقليد يلي هو البحث عن هذه المعنى المغزى الموجود في المقامات؟ يعني على امل انه نرجع نحن عم نسعى لهالشيء بالجامعة الأنطونية، ونتمنى انه بالمؤسسات المتعددة بلبنان انه يتم تعريف الأطفال، تعريف المراهقين، تعريف الكبار كمان على هالتقليد الأساسي اللي هو بجوهر هذا، واللي الأوروبيين بيجوا بيهتموا فيه وبيبعتوا ورانا وإلى آخره، انه لازم النشأ اللبناني وبالعالم العربي يعرف هالتقليد يلي هو إبداعي، تقليد. نعم. إبداعي، حرام إنه ما ينعرف. بمناسبة النشأ اللبناني كمان، يمكن طفلتك عازفة كنت عم تقلي وبتعزف حلو، يعني أنت كمان عم بتحاول تحافظ على سيسيل اللي عم تتعلم هذا التقليد، وتعلم وتعزف راست وتعزف بياتي، حلو، مبسوطين بهالشيء. نعم. يعني حضرتك ما ننسى انك يعني مؤسسي تخت الموسيقى الفصحى العربيه. نعم. ومش من زمان عملتوا تحيه الى القدس. نعم. لبيك يا قدس. اليك يعطي شوي عن هيدا التخت الموسيقى. حلو تخت الموسيقى، بتعرفي التخت معناتها بالفصحى العربي. نعم. التخت معناتها هو المنصة اللي كانوا يقعدوا عليها الموسيقيين لأداء الموسيقى التقليدية التأويلية الإبداعية المشرقية، المقامات. إذا هيدي مش معناتها التخت يلي مننام عليه، لا أكيد، هيدا التخت يلي بنقعد عليه لحتى نعطي موسيقى. هيدا كان، فإذا هو معناتها الفريق
صغير العدد، عدده صغير لحتى يكونوا فقط كلهم من الناس يلي عندهم الطاقة على الارتجال على التأويل، على موضوع التأويل. فإذا ما بيسوى يكون أوركسترا كبيرة، أوركسترا ما بتقدر تعمل ارتجال، مثل بالجاز البيج باند ما بيقدر يصير فيه ارتجال، ما بيقدر يصير غير وقت اللي بيكونوا شخصين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ماكسيموم ممكن لحتى يقدروا يعملوا يقوموا بدورهم الارتجال. فإذا التخت هذا هو معناته. هلا نحن على تخت الجامعة الأنطونية للموسيقى الفصحى العربية بيقوم يعني بأداء أصناف التقليد، هذا التقليد. وساعدت أنه كان في عنا حفلة اسمها 4000 سنة من الموسيقى في المشرق، رحنا فيها من موسيقى أوغاريت من 1500 سنة قبل الميلاد وصولا إلى التقليد الموسيقي العباسي والتقليد الموسيقي تبع عصر النهضة. وكانت على عيد الميلاد بقى كان في كمان قصيدة ابن الفارض حول عن ماء مريم. وبس بالنهاية كان ثابت أنه كان صار في صادف هالوعد المشؤوم، وعد ترامب المشؤوم جدا بخصوص القدس، وعز علينا هالشيء. وكان أنه بالليلة قبل منه فكرت بهالموضوع وحطيت هيك كلمتين وجينا حلنا عليهم وقلت لهم للشبيبة خصوصي الأستاذ محمد عياش أنه خلينا نرتجل حول هالسكة النغمية حول القدس. لكن تحية للقدس. طبعا تحية للقدس. من خلال يعني حضرتك أيضا يعني بتعمل ألحان حلوة من خلال وصال ووصلات، يعني قديش عم تقدر توصل هذا النوع الموسيقى للعالم بما أنه نحن بنعرف أنه في نوع في له جمهور معين؟ شوفي في عنا أولاد بيحبوا هالموسيقى بالمدارس، عبر طلابنا يلي صاروا بيعلموا بالمدارس في أولاد بيتعرفوا على الموسيقى. ما نفكر أنه هالموسيقى هي فقط لنخبة معينة، لا. في عنا كمان إذا بدك بتروحي على عكار في شغل عم بيعملوا دكتور هياف ياسين ببيت الموسيقى، في ميات وآلاف من الولاد ومن المراهقين اللي بيعرفوا الموسيقى وبيأدوها وبيحبوها، وكل الناس حول منهم بيتابعوهن. وهالشي مرشح حتى ينطلق على بكل لبنان، على أمل أنه مثلا مؤسسات عامة مثل الكونسرفاتوار تتولى هالمسألة، هي أنه تعريف النشأ و يعني تدريب الناس على سماع وعلى ممارسة هذه الموسيقى. فإذا ما لنا مسألة نخبوية أبدا، نحكي عن البحث والعلم وهذا أوكي، هذه نخبوية، هذه الكتب هي فقط للباحثين، إنما الموسيقى هذه لا توصل لكل القلوب، هذه موسيقى قلبية، موسيقى هي ذهنية قلبية. هي نوع الموسيقى، نوع موسيقى مثل موسيقى كلاسيكية بالعالم بأوروبا في ملايين الناس يعني وإلى متطوقين أكيد يعني فإذا شريحة. ونحن هاي الموسيقى أقرب إلى القلوب من الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية بالنسبة للغرب. بالنسبة لقلوبنا نحن هذه الموسيقى في كلها عاطفة، كلها طرب. بقى هذا الطرب هو منه أكيد مش طرب للترقيص، طرب للعمق للولوج إلى روحانية معينة. طيب هذه موجودة، وهذه موجودة بكياننا، موجودة بوجداننا، منا مسألة تخصصية ولا مسألة نخبوية، نخبة القلوب إذا بدك. بس إنه الناس المتعطشين المستعدين إنه يسمعوا الموسيقى، نعم، بقلوبهم بذهنهم كل شيء. بس أكيد منا حكر، بالعكس، بس نعطيها قنوات للوصول للناس. البروفيسور نداء أبو مراد، شكرا كثير لك، شكرا لهالحضور الراقي. أنت يعني بمرافقة يعني الكمان هيدي الآلة الرائعة والآلة الجميلة والحساسة، إن شاء الله نكون نحن وياك قدرنا هيك شوي نبسط للمشاهدين لمحة عن هيدا العالم. مشاهدين الكرام، شكر الأكبر لكم دايما على المتابعة. تصبحوا على ألف خير.